طيب استكمالا بقى لهذا الكلام، لانه زي ما قلت لحضراتكم الكلام امبارح واحد، استكمالا لهذا الكلام خلال الرترة نطلع وهنرجع مرة أخرى نتكلم ولكن بالعقل. هستعرض مع حضراتكم تصريحين، الأول للبرتغالي مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، بيقول فيه إن كانت في ناس مستنية إن منتخب مصر يخسر، وإن هو ما كانش مرتاح في أي معسكر عمله حتى لو كنا بنكسب الفترة اللي فاتت. ده تصريح قاله، جاهز التصريح؟ لو جاهز حطه لنا يا شباب. التصريح الثاني كابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على منتخب مصر، بيقول الأولوية في الفترة القادمة لمنتخب مصر، واللي حصل ده مش هيتكرر تاني. أهو أهو روي فيتوريا بعد أول هزيمة بيقول هناك من انتظر هزيمتنا من مصر. طيب كابتن حازم إمام بعد كده بيقول إيه؟ اللي حصل ده مش هيتكرر تاني، وإن الأجواء داخل وحول المعسكر كانت غير جيدة، وأن الظروف دي مش هتتكرر تاني. أهو كابتن حازم من خلال أون تايم سبورتس. معسكر منتخب مصر لم يكن الأمور فيه على أفضل حال، الأجواء المحيطة كذلك لم تكن جيدة، ظروف مباراة تونس لا أعتقد أنها ستتكرر مرة أخرى. هنا لازم وقفة وبالعقل، وما ينفعش الكلام ده يمر مرور الكرام. المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر بيقول إن في ناس كانت مستنية أن منتخب مصر يخسر هذه المباراة، مش عايزاه يكسب ومش مستريح في المعسكرات. أنا أول حاجة لما تيجي في ذهني هسألك سؤال، هو أنت جاي تتكلم دلوقتي ليه؟ مش هقولك إن ده كلام غريب على عقلية مدرب أوروبي كبير في مستوى روي فيتوريا، لأن وجهة نظري لن تتغير. مدرب كبير ومنظم وعنده رؤية ومكسب لمنتخب مصر. يا مستر فيتوريا بالعقل كده، وحضرتك موجود ومتعاقد مع منتخب مصر بقالك سنة وشهرين من يوم 12 يوليو 2022 لغاية دلوقتي. الفترة دي لعبت 9 ماتشات كذا معسكر. طيب طول السنة اللي فاتت واللي ما حصلش فيها أي موقف مع النادي الأهلي، ولكن حصل موقف مع أندية تانية ولاعبين آخرين حصل معاهم مواقف، ما تكلمتش ليه وقلت إن أجواء المنتخب لم تكن جيدة؟ ولا تحبوا نستعرض تصريحاتك في معسكر سوبر لوسيل، وإن اللعيبة عادي إن هي تروح ناديها وتبقى ترجع تاني، أصل إحنا مش هنتدخل في مباراة، مش هنلعب يعني مباراة رسمية. التصريحات دي كلها موجودة، وأي حد هيلاقيها على أي موقع، وكمان المؤتمر الصحفي اللي أنت كنت عامله يومها. فأنا مش عارف الواحد يقول إيه تاني. قصة ان انت مش مرتاح في المعسكرات، فخلينا اتكلم عن المسؤول عن هذا الامر، عن المشرف عن المنتخب. بالعقل كده يا كابتن حازم، باعتبارك، وانا بتكلم معاك هنا باعتبارك مشرف على منتخب مصر، ولما حضرتك تدين نفسك بنفسك في تصريحاتك وتقول ان الاجواء داخل المعسكر وحول المعسكر ما كانتش كويسة، هو ده دور مين يا كابتن حازم؟ ده دورك ودور الجهاز اللي حضرتك اخترته، ولا دور مين بالظبط؟ لما فيتوريا يقول ان هو مش مرتاح في اي معسكر سابق، هو ده دور مين؟ مش ده دورك كمشرف عن المنتخب؟ ودور الجهاز اللي فيه الاستاذ مغربة؟ بالعقل برضو، لما تلاقي فيه مشكلة في تواريخ الاستدعاء وفقا للوائح الفيفا، زي ما قلت لحضراتكم مفروض وفقا للوائح الفيفا تبعت للأندية قبلها ب 15 يوم. النادي الأهلي لم يصل له استدعاء إلا قبلها ب 3 4 5 6 أيام.
يبقى المشكلة عند النادي الأهلي أو ولا عند الأندية ولا عند إداريين المنتخب؟ لما تروح تتمرن لماتش غينيا وانت في المغرب، انا هقول لكم كلام مهم ما حدش قاله قبل كده، وتلاقي الاداري بتاعك عامل خناقه مع اداريين منتخب غينيا، دي مشكله عند الانديه برضو. لما تلاقي تصريحات من اداري المنتخب وتصريحات من المشرف على المنتخب وتصريحات من فيتوريا وكله بيرمي على كله، ده ايه ده؟ مشكله عند الانديه برضو. والله العظيم ثلاثة كلامي ده لمصلحة منتخب مصر. قبل المعسكر ده قلت لكم فيه هناك أخطاء إدارية واضحة، وهناك حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام بسبب هذه الأخطاء الإدارية الواضحة المصاحبة لمباراة تونس. ورجعوا للحلقة اللي من كام، من أسبوع ولا من 10 أيام، وشوفوا الكلام اللي أنا قلته. وقلت إن الكلام ده يخوفنا على منتخب مصر. امبارح حذرنا تاني، قلنا خلي بالكم من اختياراتكم للمباريات الودية ومواعيد المباريات الودية خلال الفترة اللي جاية عشان البطولات والأجندة المزدحمة، لأنه لو فضلنا كده الوضع هيفضل على ما هو عليه، خناقة ما بين النادي الأهلي والمنتخب مصر. الكلمة دي ازاي تتقال؟ خناقة ما بين النادي الأهلي ومنتخب مصر ازاي؟ يجب أن يكون هناك وقفة إدارية يا كابتن حازم، يجب أن يكون هناك وقفة إدارية من اتحاد كرة القدم لمراجعة ما يدور داخل الجهاز الإداري لمنتخب مصر، ووقف هذه التصريحات الغريبة اللي طلعت من المنتخب بعد مباراة تونس. الأجندة الدولية القادمة هيحصل مشكلة، أنا بقول لكم من دلوقتي أهو. أتمنى أن حضراتكم تشوفوا حل قبل ما ندخل على أمم أفريقيا، قبل ما ادخل على امم افريقيا. يا كابتن حازم، كابتن حازم، يا مستر روي فيتوريا، انا عايز حضراتكم تسمعوا كلمه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وارجع لي تاني يا برجاوي لو سمحت. لكن لما تعرضت الظروف او المواعيد ما بين منتخب مصر والنادي الاهلي، منتخب مصر الاول، كلنا طلعنا وقلنا الكلام ده، لا منتخب مصر الاول قبل الاهلي، ومصر قبلينا كلنا. هنا دور الاهلي في انه يدعم منتخبات بلده، دور الاهلي انه ما يعترضش لان يعني بيمثل البلد، دور الاهلي الوطني ان هو يساهم بجد في مع البلد ومتمثله طبعا في كره القدم. هنا أنا بقول دور الوطنية، الوطنية مش كلام، الوطنية وحب الوطن هي أفعال، لكن مش كلام وطنطنة، لا. النادي الأهلي مختلف. وأنا هاخد كلمة كابتن محمود الخطيب وأقفل بيها هذا الأمر، الوطنية مش كلام وطنطنة. كلمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هي آخر ما هأختم بها هذا الكلام في هذا الأمر. احنا مش في خناقة مع كابتن حازم إمام ولا مستر روي فيتوريا، ولا عمري هدخل نفسي. حازم شخصية محترمة، وروي فيتوريا من المدربين الكبار من وجهة نظري، ولكن في حاجة غلط بتحصل. الكلام اللي احنا سامعينه ده كله غلط في غلط في غلط. نادي الأهلي لم يخطئ في أي شيء، النادي الأهلي طالب بحقه. اللي حضرتك قلت له ان انت عندك حق، ولكن في البيان اللي طلعته ووزعته على الصحفيين في اعتذار محمد صلاح، او في ان محمد صلاح مش هيلعب مباراة اثيوبيا. عموما اتمنى ان الموضوع ده يا كابتن حازم انت اللي هتحله، اقعد مع كابتن نبيب، واقعد مع اكلم كابتن خطيب، واقعد معاه، واقعد مع مستر كولر الفترة اللي جاية، مع مستر فيتوريا، وحلوا هذه الامور، لانه ما يصحش اللي بيحصل، وما يصحش كل الكلام اللي بيتقال في هذا الأمر.